أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أنها تباشر رسمياً بدراسة علمية لما يسمى بالظواهر الجوية المجهولة. قالت ناسا أنها بتعتبر الأدوات العلمية وسيلة قوية لأي دراسة كانت. أشار نائب رئيس ناسا للشؤون العلمية توماس تسوربوخن قائلاً: لدينا طيف واسع من وسائل رصد الأرض من الفضاء، ما يعد أساساً متيناً للدراسة. لدينا أيضاً فريق قدير من الأخصائيين سيساعدنا في إدراك أشياء غير مفهومة غامضة. وتولى عالم الفيزياء الفلكي الأمريكي ديفيد سبارجل الفريق الذي سيعمل على دراسة الأجسام الطائرة المجهولة، ويجب أن تسفر الدراسة عن إعداد تقرير سيقدم للجمهور.